اللمسة الحلوة، عدى عدى، العرضية جول، العرضية جول، عدى جول 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 جول. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد كيزا، وشوف الكرة الجميلة، وشوف فريق نادي اليوفي والمتعة الجميلة، لعيبة بتتحرك من خلف الأمام. كيزا كيزا يسجل اليوفي هدف جميل جميل جميل. عندي إحساس اليوفي كان هيسجل في أي توقيت، إذا كيزا يسجل تاسع أهدافه الجميلة، يسجل ويتقدم لصالح اليوفي وسط حضور جماهيري جميل جدا هنا في أليانز ستاديوم، هنا في المسرح، في المعقل، في البيت بتاع اليوفي، بيت السيدة العجوز، بيت السيدة العجوز. يتقدم كيزا، لما شوف الكرة، شوف التحول بتاع ملك، شوف اللمسة، وادي لا تخد، عدت وخدمت معاه، ضربت في المدافع، لكن شوف التوجيه، شوف التوجيه. يا ولد لعيبة كبيرة كيزا، لعيب الكرة أهم حاجة إنه يكون بيعرف يلعب كرة، أهم حاجة يكون بيعرف يلعب كرة. شوف هنا على طول حطت بطن القدم اليسرى الجميلة، يسجل كيزا، وشوف اللقطة بتاع المساعد هنا على طول، لقطة جميلة أيضا في رقاب الثاني آخر مدافع، واليوفي يسجل هدف شافي مشافي معافي، هدف يتقدم به عن طريق كيزا، هدف ممتاز لصالح اليوفي. مع اللعيب اللي معوش الكرة هو البوزيتيف بلاير، هو اللعيب الإيجابي اللي في الملعب، هو اللي دايما الإنتاج والمنتج بتاع الكرة بيكون هو صاحب الريكورد بتاعه الممتاز. هي كلمة ترانزيشن وتحولها وتحركاتها الجميلة في ثلاثة في أربعة في أي حاجة خطيرة. والتاني يا ولد، والتاني لليوفي، يا سلام ألكساندرو، ألكساندرو قبل الوداع يسجل اليوفي. أوه اليوفي يسجل في دقيقة، في دقيقتين ثلاثة هدفين، مش ممكن مش ممكن. اليوفنتوس يعود الآن بهدف ثاني عن طريق اللاعب ألكساندرو، ألكساندرو يسجل اليوفي. أحلى حاجة تسجل في أمطارك الأخيرة، أحلى حاجة تغادر البيت وأنت في وانت في البرج العالي. شوف الكرة، وادي الفرصة، وادي الهدف الثاني لصالح فريق نادي اليوفنتوس. اليوفي يخطف نادي مونزا بلغة الكرة، هدفين في دقيقتين ثلاثة. شوف الركنية، شوف العرضية، وشوف الرأسية، اثنين لعيبة مدافعين مع نادي مونزا اعتمدوا على بعض، وألكساندرو حاطط راسه، حطت واحد، يعني عنده إصرار كبير جدا على تسجيل هدف ثاني بالنسبة لصالح اليوفي. إذا اليوفنتوس يتقدم الآن بهدف تاني جميل في مرمى فريق نادي مونزا، يتقدم الآن بهدف تاني في مرمى فريق مونزا. باولو مونتيرو الرجل